استقرت بقى رابطة الأندية المصرية المحترفة على تأجيل المباراة المقررة بين فريقين الأهلي ومودرن فيوتشر ضمن الجولة 17 لبطولة الدوري الممتاز، ومن المنتظر الإعلان عن قرار التأجيل بعد تحديد موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب دور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وفيوتشر أحد يومين 3 أو 4 أبريل المقبل، فيما تحدد لمباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 5 أبريل. وبالتالي طبعا لن يكون ممكن إقامة مباراة الأهلي وفيوتشر في أحد الموعدين المقترحين طبعاً.